صباح الخير مشاهدينا. اليوم بحلقة جديدة بكات ووك رح يكون معي رولا خير الله من كي ستارز. أهلا وسهلا فيك رولا. اليوم رح نحكي عن مشاكل البشرة وتحديدا عن البوساج وأكيد طريقة علاج البشرة. مثل ما منعرف شيرين في كذا تيب دو بو. نحن حبينا هلأ بما أنه بموسم شتوي نعرفكم شوي على مشكلة البشرة الناشفة اللي هي بوساج وشو المشاكل اللي بتتعرض لها وشو الحلول من قبل شركة كيستار المعروفة بالخازن تيم اللي عنا براند المكياج كيستار وعنا براند تاني هو كوزمتيك الفيريس. أوكي. مثل ما معروف شيرين البشرة الناشفة هي بتعاني بفصل الشتاء من اشياء بتزعج اوقات السيدات. لازم ننتبه لشغلة انه البشرة الناشفة قد ما فينا نرطبها نحافظ على هالفيلم هيدروليبيد ما تخليها تخسر المواد الجراس واهم شيء الماء اللي هي عامل كتير مهمة. مثل ما معروف انه البشرة مكونة من عدة اشياء مكونة من جليسي من بروتيين من فيتامين واهم شيء تركيبتها الاساسية اللي هي بتحتوي على 70% من الماء. اكيد مع العمر ونتيجة الظروف والتأس والستريس هالماء بتبلش تخسرها البشرة. هنا عم نشوف في طبقات البشرة أكيد مثل ما ركزنا أنه البشرة مؤلفة من عدة أشياء. أهم شيء نحافظ على البشرة البوساج نحافظ على الترتيب تبعها وهالمواد اللي بتغذيها من جراس وليبيد ما تخسرها البشرة. نعم. نحن صحيح رول هلأ بموسم شتاء ولكن كمان هالموسم يلي عم بيكون كتير متقلب وغريب بذات الوقت. يعني نحن اليوم نحس حالنا عن جد يمكن بالصيفية فجأة بترجع بتشتي كمان هالتقلبات بتزعج وكمان بتأثر على البشرة. أكيد شيرين مثل ما عم نقشع هون بالصورة نحن معزمينها شوي صغيرة لا هدفنا انه نركز انه المدام لازم تنتبه اول شغله انها تحافظ على المي تبع بشرتها لانه انفوا نشفت البو بصير في بتصير معرضه لسنسيبيليتي معينه بصير في روجر بصير في عنا مثل بو اذا تركتها لفتره كثير كبيره ما عطيتها هالهيدراتاسيون بصير في عنا مثل اكاي واكيد هالسيلول مورت هن بيمنعوا البشرة انها تتنفس بتكون عم بتحط برودوي ما عم تخترق البشرة اكثر واكثر. فاذا من المهم نعوض البشرة الكمية الماء اللي خسرتها بالاسيد ياليورون اللي هو دائما بينحكى عنه انه هو ستار تبع البرودوي. من هون فيريس عنده مجموعة فيريس هي هيدرو اكتيف اباز اسيد ياليورون وتركيبته كمان الج مارين اللي بيحتوي على ماء بدرجة كثير عالية بالإضافة للألوي فيرا اللي هي مثل ما رجعنا حكينا شيرين أنه البوساج هي قد ما بتصير إيريتي بتصير منشفة ومحمرة وهيدا كله بيعود للتأس القاسي اللي عنا. مشان هيك معظم الصبايا والسيدات الموجودين بالجبل بتقلك أوقات بغسل وجهي بحسه سانساسيون دو تي شيد مشدود عم بيشف ومنشف كتير هيدا لازم نرتبه بكمية كتير كبيرة من الأسيد إياليورون. اليوم كل شيء موجود معنا بالاستوديو كيف يستعمل وهون لحيالا بشرة بتكون هي ساش يعني فيها تكون بشرة اويلي او فيها تكون يمكن البيزك او البشرة اللي هي عادية نورمال وفي البشرة اللي هي اصلا بتكون ناشفة. نحن بنعتبر منبلش مثل ما بنقول بعمر المراهقة بعمر 15-16 سنة لازم يستعمل الكريمات. نعم. مثلا عندنا هيدا الأكوا سنسيشن جيل هيدا حتى بعمر 15 تقدر تاخده المدام لبنتها الزغطورة لتبلش تعودها ترتب بشرتها وتحميها من أشعة الشمس ومن البوليسيون وهيك بتوصل لبعدين عندها بشرة كتير حلوة ووصلت لريد كتير سوبرفيسيال كتير سطحيات. هيدا ممكن يستعمل للبوساج بو ميكس وخاصة مثل ما مثل ما بتعرفي شيرين بعمر المراهقة أوقات بصير عنا أكني نتوجه لأدوية معينة بالصيدلية بتصير عنا حالة ديديدراتاسيون كتير قوية مع إيريتاسيون قوية ممكن تستعمل هيدا الكريم ماتان إسوار. هون لازم بدأ أشد شيء من الحكيم ولا كيف بتصير؟ لا أكيد
نحن البرودوي كتير مهم، صناعة ألمانية ما في له أي عوارض حساسية أو شيء. بالإضافة نحن ال يعني إذا ما فيد ما بيضر، يعني فينا نقول هيك رح يفيد ما رح يضر أكيد يعني، بس أكيد إنه اليوم إذا حدا عنده أكنة وعم بيستعمل أنا دوا. يمكن الأكنة أنت عم تاخدي أشياء تريتمانات تنشف هالسكريسيون، أوقات بتخلق لك بو ديزيدراتي كتير مناشفة بتزعج، يعني بطريقة ما تعرضتي للهواء أو هب سخن بتحسي بشرتك مشدودة ومحمرة، هيدا ليخفف هالوهج الاحمرار ويرطبها. نعم. ما عم نشتغل شي تاني. نعم. البرودوي التاني عم يشتغل. نعم. شغله. كبرنا بالعمر أكتر، بعمر 40 سنة صاروا الخطوط عنا شوي غميقة ومعالم الوجه بلشت تهبط شوي صغيرة، نستعمل سانساسيون كريم إياليوران كمان تركيبته الأسيد إياليوران. نرجع نذكر إنه الأسيد إياليوران هو مش بس عم يعطيك مي ويغذي البشرة ويعطيها المي اللي خسرتها، لا بالعكس هو عنده القدرة إنه يعبي الخطوط وتظهر البشرة يعني إليستون بليريد. بينفخ التجاعيد وبيخليها ما تصير غميقة أكتر. نعم. وأكتر خليها تضل سوبرفيسيال بقدر الإمكان. أوكي، هلأ وصلنا لمراحل متقدمة، في عنا شيء اسمه الفيتا فاز. الفيتا فاز تركيبته كتير مهمة، هو معمول من تو فيز. اوكي واضح. هيدا سيروم كتير كونسنتري، بيستعمل قبل الكريم دو جور وقبل الكريم دو نوي، بنخده بهالطريقه بنستعمله تيندمج الويل مع الماء الاسيد وبينوضع على البشره قبل الميك اب. قبل الميك اب وككور انتنسيف بحالات الديزيدراتاسيون الكتير قويه قبل الكريم دو جور وقبل الكريم دو نوي. هذا لكل الاعمار يستعمل؟ لكل الاعمار، بس اكيد المستحسن انه ابارتير دو 30. اوكي هلا في شغله، نحن معظم الأحيان بنستعمل كريمات، بس في عنا شغلة إنه الماسكات كتير مهمة. نعم. هلأ معظم السيدات يمكن ما بيحبوا يتوجهوا عند أخصائية التجميل، أنا بنصحهم أكيد ينعمل بيلينج، وهيدا الماسك أسيد إياليوران بينحط من عشية بكوش كتير رقيقة وحتى أممتع على الكونتور ديزيو. فينا بيعطينا فريشور 24 وبيعطينا إدراتاسيون وإكلا مش طبيعية، ان بلس بتقوم البشره على بكره مرتاحه، التجاعيد استومبي والبشره فيها فريشور كتير قويه. ممكن تستعمله كل ما حست حالها هي بحاجه لترطيب كتير قوي او ستريس، او مثلا رايحه سهره سريعه حست البو هيك عندها تنتر بتحطه للمكياج وبتنام فيه لتاني يوم ما في له اي اثر. بالعكس كتير مهم، حتى كمان كل الاشخاص اللي بيعملوا كتير ميك اب على مدار الجمعة بحاجة إنه يساعدوا بشرته إنه ما تتعب، لأنه خطة الميك اب اليوم كمان عم بيزعج. هذا أهم شيء، أهم شيء إنه نحط قبل المكياج لازم تتغسل البشرة وينوضع قبل المكياج كريم اللي هو حسب تيب دوبو. نعم، في عنا شيء هون. هلا أكيد في شغلة كمان بس حب ركز عليها قبل، أكيد رح نحكي عنه شيرين، لأنه مثل ما الوجه هو بارتي من الجسم، كمان الجسم ما منا ننسي. بما انه حكيت عنه، عنا البادي كريم كمان جام الهيدرو اكتف، في اشياء بتعتني بالبشره في اشياء بتعتني للسيدات. اول شيء هو كريم، اكيد مش مثل الكريمات اللي بنشتريها من السوبر ماركت، على صعيد تركيبه البرنسيب الاكتيف الموجودين بقلبه وعلى صعيد الانجريدينت. هيدا كريم بيستعمل للكور اللي عنده ديزيدراتاسيون كتير قوية، خاصة للمدامات اللي بيستعملوا كتير ديترجان على ايديهم، بيصير في عندهم حالة نشافة كتير قوية. نعم مهمة هيدا. الإفيه تبعه مش بس انه يعطي ايدراتاسيون، هو بس بيعطي ليفتينج شوي صغيرة وانتي سيلوليت. بيستعمل من الكوع لحد البيه، فينا نستعمله لكل الجسم يعني فينا نقول. أكيد. هلا في عنا شغله نحن معروفين فيها بفيريس اللي هي الكبسول اسيد ايالوران. هي الكبسول كتير مهمه، مثل ما ايش الكبسول صغيره بتنحط عينين و فيزاج وزيو ان ميم تان، هي كافيه انه نفتحها ونحطها على البشره لتعطينا مي بنسبه كتير كتير كبيره، ها بنهار او بالليل كمان تستعمل عبكرة وعشية، واستعملها مثل الماسك. يمكن المدام أهون عليها تستعمل ماسك
تحطه على بشرتها وهيدي كمان فيها تفتحها وتحطها على وجهها. واكيد مثلا هيدا البول فيه 60 كبسول يعني بيقديها شهر اذا استعملته، بس بتاخذ نتيجه كثير حلوه، الريد بتصير كثير كثير سطحيه. يعني كمان هون عم نحكي 30 سنه وطلع وحتى الصبايا اذا رايحين شي سهره عامله ريجيم اليمنتير وحست انه الريد بلش يبين عندها، تعمله كتريتمان بريفنتيف. نعم، اهلا وسهلا فيك رولا، ميرسي لكل شيء عم تعطينا اياه اليوم، واكيد انه كثير مهم للواحد يقدر يحافظ كمان على بشره وكمان يقدر يتجنب القصص من هو وصغير. مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك، انا بودعكم وملتقانا على طول بزيت الوقت. باي باي.